بالنسبة للقضية ديال شرطة المياه، في الواقع الإمكانيات ضئيلة، البشرية ولا المادية، وهذه من بين الإشكاليات المطروحة. ولكن كيفما كانت الإمكانيات، المشكل الكبير اللي عندنا وهو أنه عندنا صعوبة الولوج. بعض الضيعات، بعض الفلاحات يرفضوا أنه يدخل عندهم هذاك الأمر، واخا تدير له المحضر ما تيقومش بالواجب ديالو. بل أكثر من ذلك، عندنا العديد ما تيخلصوش الأتوات، وعندنا بعض المقالع اللي ما تخلصش الأتوات ديالها المائية، وهذا شيء غير معقول وغير مقبول. ولذلك قررنا هذه السنة بالنسبة لوكالة الأحواض المائية في كل اللقاءات اللي درنا أننا غنديروا واحد الأمر واضح، وهو أنه ضروري استخلاص كل الأتوات، خصوصا بالنسبة للمقالع، لأن ما يمكنش الواحد يكون عنده مقلع وأنه يستخرج منه الإمكانيات الماء ويأخذ رخصة ديال الماء وما يخلص. هذا أمر غير مقبول. وبالتالي هذه السنة إن شاء الله غنسترجع كل الإمكانيات المادية بخصوص هاد الفئة ديال المتدخلين في هذا المجال.